هل استعادت هيئة حوار المستقبل حزب الله عن نزع السلاح بنزع الشعارات؟ وهل هذا أقصى ما قد تتوصل إليه؟ تطبيق إعلان بعبدة، ما الذي يجعله مستحيلاً اليوم؟ ولماذا طرح هذه الإشكالية في الوقت الحاضر؟ استاذ رامي الريس، اهلا وسهلا فيك واشتقنا لك. مفاوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، شكرا لك. اهلا وسهلا فيك استاذ رامي. لو سمحت خلينا نبلش بمفاعيل او نتائج الحوار الثنائي بين المستقبل وحزب الله. السؤال المطروح في الهيدلاينز كما اذا جاز التعبير، هل هذا اقصى ما يتم التوصل اليه بين المستقبل وحزب الله، رفع الشعارات الحزبية والدينية؟ يعني أولا خلينا ما ننتقص من أهمية خطوة رفع الشعارات، لأنه بالفعل بتساهم إلى حد ما بتخفيف الاحتقان وتنفيس الاحتقان، وتستعيد شوي كمان من جمالية المدينة اللي أصلا مشوهة بكتير إشياء غير الشعارات. حلو، مظبوط. فبفتكر في استفادة على كل المستويات بهذا الموضوع، ولابد من القول بأنه هالخطوة على تواضعها منيحة. ولكن طبعا بتصور كلا الفريقين حزب الله وتيار المستقبل ما كان عندهم أوهام كبيرة، يعني حتى لما حصل القبول بالدخول في عملية الحوار بالنتائج المتوقعة أو السقوف المرتفعة اللي ممكن حققها الحوار بسبب الانقسام الكبير يلي يعني في خلاف حوله، بسبب العناوين الكبيرة يلي في آراء متباينة جدا جدا حولها. وبتهيألي طالب علوم سياسية سنة أولى اليوم بيعرف أنه حجم الانقسام الإقليمي والتداعيات الإقليمية كبيرة لدرجة أكثر من أنه يقدروا فصيلين لبنانيين مع طبعا تقدير لوزنهم وقدرتهم يحلوه ويعالجوه. إنما هذا مع الأخذ بالاعتبار كل هذا الأمر لا يعني أنه لا يجوز أن يكون هناك حوار، بس بفتكر كمان آن الأوان يتفكر انه الى ماذا سيقول هالحوار، وهل رح نضل يعني كمان متخوفين نقارب الملفات الكبيره. طيب اذا موضوع السلاح وموضوع المحكمه والمواضيع الكبيره اللي هي موضوع خلاف ما موجوده، طيب على الاقل في موضوع مهم، موضوع رئاسه الجمهوريه يلي هو بيتهيألي ملف من الملفات الوطنيه معنيه فيه كل الاطراف. طبعا مش مقصود يعني انه يكون في يعني اتفاق إذا صح التعبير إسلامي على اسم الرئيس، لا، هذا ملف كل القوى وخصوصا القوى المسيحية إلى رأي أساسي فيه. ولكن أيضا ما فينا نضل نقول أنه هذا الملف يعني من اختصاص مجموعة معينة من اللبنانيين والمجموعات الأخرى ما فيها تحكي فيه. الرئيس هو رئيس جمهورية كل اللبنانيين، هذا ملف وطني. في كلام كتير مهم للرئيس ميشيل سليمان اليوم بجريدة المستقبل بيحكي فيه عن هذا الموضوع بالذات، وبفتكر الرئيس سليمان نوجه له تحية. امبارح كمان كنا نحن وياه بكليمونسو عند الأستاذ وليد جنبلاط، طبعا في موقف مهم أعطاه إنه هذا ملف، ما نغلط ونعتبر إنه هذا ملف مسيحي بين مزدوجين، هذا ملف وطني ومقاربته مطلوبة من كل اللبنانيين. لانه كمان ما بدنا ننسى استاذ فادي انه الـ يعني تحصين اي رئيس جديد باكبر قدر ممكن من التفاهم الوطني ضروري، يعني بدل ما يكون هو يمثل فئه مع اهميه تمثيله لفئه، حتى ما يساء فهم كلامي باي شكل من الاشكال، ولكن ايضا هناك تحصين للرئيس الجديد. بعدين في مساله ثانيه كمان نحن عم ننساها، اليوم عم يتناقش اليات عمل جديدة لمجلس الوزراء لتسيير الأمور. طيب عظيم، ممتاز جدا أنه تمشي الأمور، ونحن من دعاة أنه تمشي الأمور، بس كمان صرنا عم نختلق أعراف جديدة وعم نتخطى أعراف قائمة، وشوي شوي اللبنانيين عم بيعتادوا أنه البلد ماشي وشغال بدون رئيس جمهورية. ما هذه كمان أنا بتصور انتكاسة كبيرة للمؤسسات الدستورية بالبلد، انتكاسة كبيرة للحياة الديمقراطية. حتى إذا بدنا نحكي على المستوى الطائفي يعني للأسف كمان انتكاسي للحضور المسيحي، للوضع المسيحي في لبنان وللوجود المسيحي في لبنان.
فأنا عم بطرح هالعناوين. عدة إشكاليات لا شك أنه يجب أن تكون موضوعة على طاولة طيب. الحوار بين المستقبل وحزب الله، كما في عنوان أولي إلى جانب نزع الشعارات الدينية والحزبية، في هو تخفيف الاحتقان السني. صحيح. أشياء ربما تكون يعني إحدى نتائج هذه الشعارات، لكن في موضوع السلاح المتفلت في هذه المدن الثلاث التي نزعت عنها الشعارات الحزبية، حتى المتحاورين لم يقاربوا هذا الموضوع بشكل جدي. ربما مش من حصل هون لازم يبلشوا. حصل يمكن مقاربات بموضوع سرايا المقاومة. سرايا المقاومة أي يعني شو نتيجتها اليوم؟ مش الحال، يعني أنا بفتكر إنه العنوان الأساسي، هل موضوع سرايا المقاومة مرتبط عضويا بموضوع المقاومة إن كان بالضاحية الجنوبية أو إن كان في الجنوب كما قال الوزير نهاد المشنون؟ ربما، يعني حقيقة هذا بده تحليل أمني أنا ما فيني أعطيه، بس أنا يلي فيني أقوله إنه إذا كان العنوان العريض اللي يفترض يلتقوا عليه كل الفرقاء تنفيس الاحتقان بهدف شو؟ بهدف تحصين الاستقرار وحماية الاستقرار. طيب حماية الاستقرار بالبلد بتتطلب خطوات وإجراءات، بتتطلب إعادة بناء الثقة، بتتطلب كمان يعني فهم متبادل لهواجس الفرقاء والأطراف كلها سوا. بتهيألي صار في شبه استيعاب عند اللبنانيين جميعا انه واضح انه للاسف، وهيدي بنحكيها بمراره، انه نحن كلبنانيين نثبت مره جديده لانفسنا انه نحن اعجز من انه نحل امورنا الداخليه الخاصه. بس انا ليش عم بركز على رئاسه الجمهوريه؟ لانه رئاسه الجمهوريه، وانا هون مش عم بسط، وانا بعرف يعني حجم التاثيرات الاقليميه والدوليه بهذا الملف، وبعرف انه تاريخيا اللبنانيين ما كانوا يقدروا يجتازوا هالاستحقاق بدون مساعده خارجيه. بس يلي بدي اقوله انه بالعكس، نحن ممكن نكون اليوم امام فرصه غير مسبوقه بسبب التلهي الدولي عن الملف اللي اسمه ملف اللبناني، يلي هو ابدا منه على راس الاولويات بالعواصم الكبرى. يعني لانه ليس على راس الاولويات، لا انتخابات رئاسيه في لبنان، يعني بما معناه انه يجب لازم يكون هناك ضغط دولي على اللبنانيين، مش لانتخاب الرئيس فقط، حتى باختيار الشخصية. طيب وإذا ما صار هالضغط الدولي شو بنعمل؟ بننطر 100 سنة؟ صرنا 257 يوم. طيب يعني بالآخر أنا بتهيألي مطلوب من كل القوى السياسية اللبنانية، هلا في خطوط حوار مفتوحة، فريقين من هون وفريقين من هون، ممتاز، نحن من دعاة الحوار، بس كمان الحوارات هذه يفترض أن ترسم يعني إلى ما ستؤول إليه، لازم نعرف إلى ما ستؤول إليه، ولازم الأطراف اللي عم بتحاوروا يتساعدوا كمان ويفكروا شو الطريقة اللي ممكن نطلع فيها. طيب كمان ما فينا نضل نقول إنه ملف الرئاسي هذا للخارج ونحن كلبنانيين بدنا ننطر الضغط. طيب ليش بدنا ننطر الضغط؟ إذا حصل شكل من أشكال التفاهم بين اللبنانيين حول هذا الموضوع، انا بتهيألي. طب برايك استاذ رامي، يعني موضوع بهذا الحجم ممكن يطرح بشكل ثنائي بين فريقين طائفيين او حزبين؟ لا، هو يطرح اذا طرح مش بهدف يعني اتخاذ قرار والسير فيه والزام الاخرين فيه، يطرح لبدايه بناء تفاهم حول فكره التسويه الرئاسيه. استاذ فادي، واضح بخريطه القوى السياسيه داخل مجلس النواب ما في اي فريق يستطيع أن ينتخب الرئيس دون أن يتشاور ويتفاهم مع الرئيس الآخر. بتهيألي يعني الجلسات النيابية العشرات صارت بتثبت هالمعادلة، وبالتالي كل ما نقترب كلبنانيين من فكرة التسوية الرئاسية، كل ما نحن ممكن ننهي حالة الشغور الرئاسي، وكل ما نحن مصرين على أنه كل فريق يريد أن يمارس هذا الحق الديمقراطي كمان لوحده من دون التشاور مع الآخرين، لن نصل إلى نتيجة. مش هناك عم نقول يعني إذا 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 حصل بحوار الرابي مع راب أو بحوار عين التيني نقاش في موضوع رئيس الجمهورية، يعني هو مش بهدف استلحاق الأطراف الأخرى، بس بهدف السعي لبناء أرضية تفاهم معينة يتم من خلالها تشاور لاحقا مع الأطراف الأخرى. بس ما فينا نضل نقول أنتوا شو الدور اليوم اللي بدنا نضل عم تعملوه إلا التأكيد الدائم والدائم امبارح التمسك بأمري حلو. شو المقاربة الوسطية؟ شو يعني شو التسوية اللي عم تحاولوا؟ انتو فريق
نحن فريق, فريق سياسي مهم نيابي وسياسي وعندكم مرشح. نحن عندنا مرشح ومثل ما عم تتفضل حضرتك مزبوط متمسكين بالمرشح الأستاذ هنري حلو ونحن عندنا هال 11 صوت أوكي. وقلنا مرارا إذا حصل تسوية بين الأطراف الأخرى الكبيرة ما بيعود بدهم جميلتنا بيمشي حالهم الفرقاء الفريقين الكبيرين 8 و 14 مع أنه على الهامش ما بعرف وين صارت 8 وما بعرف وين صارت 14 يعني كمان ملفت كان كمان يعني أنه رموز مهمين من 14 أزار مثل الأستاذ سمير فرنجي وغيره يرجعوا على المؤتمر الدائم للحوار اللبناني مهم يعني وكأنه 14 أزار ما عادت هالإطار المناسب وثمانية أزار حدث ولا حاجة ولا حرج يعني كمان ربما يكون آن الأوان كمان للخروج من هالاصطفافات الثنائية اللي كمان يعني بفتكر أدت إلى انقسام بالبلد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى بالاغتراب من قسمين وبالمدارس وبكل محل. فلنرجع بس للموضوع نحن فيما يعني نحن 11 صوت هلا يمكن زادوا شوي بعض الكتل مشكورين يمكن كان في كتل ممكن تعطي شوية أصوات أكثر بس ما التقطوا الإشارة بس مش مهم على كل حال في كتلتين كبار إذا قدروا يتفاهموا على مرشح نحن ما بعود يعني أصواتنا ما بتعود حجر عثرة أمام هذا التفاهم المهم تغليب منطق التسوي والتفاهم بالملف الرئاسي لأنه غير هيك رح نبقى بالشغور عشرات السنين شو عمل جيرو عفوا انا بتمنى انه نتوقف كثير عند الخطوات اللي عم تتاخذ انا هون ما بدي يعني افترض سوء النيه عند اي طرف من الاطراف المشاركه بالحكومه نحن منا طبعا وبطبيعه الحال اكيد مش عند رئيس الحكومه اللي على اكتافه يعني اعباء كبيره بس كمان كل ما عم نتوسع اكثر بانتاج اليات لتسيير عمل مجلس وزراء رغم اهميتها اقتصادية واجتماعية ومعيشية والبدك إيه ومعالجة ملفات عالقة كل ما نحن عم نكرس واقع الشهور وعم نعزز الواقع القائم عند اللبنانيين أنه تمشي البلد بدون رئيس جمهورية وشوي شو كان المطلوب؟ هذا مش خلق آليات جديدة؟ منا مثلا يعني سوري بس أستاذ فادي منا مثلا أنه صار مجلس وزراء يقبل أوراق اعتماد سفراء كان طرحها بفتكر وزير الخارجية في كتير أمثلة تانية طيب عال معناتها حتى الصلاحيات اللي هي ممنوحة للرئيس لوحده بدون مجلس وزراء تدريجيا عم بيتم قدمه طب في مصلحة بهالشي ما بعرف أنا بحب أسأل هل في مصلحة لبنانية بهالشي هل في مصلحة دستورية بهالشي هل في مصلحة مسيحية بهالشي سؤال يعني السؤال مطروح يعني المسؤولية وين المسؤولية وين جيرو شو عمل امبارح يعني هل حمل شيء برأيك أم يستطلع الجديد أو شو بالآخر يعني أي مبعوث خارجي ومشكورة فرنسا وكل الدول اللي ممكن تساعد بهذا الموضوع ولكن إذا نحن كلبنانيين وبعض القوى بلبنان أو كل القوى بلبنان حتى ما نطلع متهم فريق دون آخر بقيت على تصلبها بالموضوع الرئاسي يعني ما رح نوجد مخرج بهذا الموضوع هلأ الترشيحات الأساسية اللي طلعت سقوف مرتفعة قد ما بدك أوكي ممتاز بس أنه واضح أنه ما قدرت تحقق هالترشيحات أي خرق بالملف الرئاسي وما قدرنا ننتخب رئيس بعد 20 جلسة من الانتخاب طب بدنا نفكر بحل ما فينا نضل نوجد الحلول عبر آليات مجلس وزراء بدنا نفكر بحل لملء الشغور حتى جيرو عم بيقول أنه فرنسا تعتبر لا حل سحريا لمعضلة الرئاسة ينقل عن الإيراني أن الانتخابات الرئاسية شأن له دائما حسب السفير شأن لبناني وأن طهران تعتقد أنه إذا توافق المسيحيون يمكن أن يسهل ذلك أمر الانتخابات الرئاسية وينقل عن الرياض أنه لا يمكن أن تتعايش مع فكرة وصول أحد أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية في لبنان شو رأيك بعيد الجو؟ الأول طيب انه ما هي الملفات الخلافيه الاقليميه والدوليه شائكه ومعقده كثير يعني انتظار اللبنانيين لبناء تفاهم اقليمي دولي حول الرئيس ممكن ياخذ وقت طويل لانه بفتكر الملفات الثانيه اللي مطروحه على النقاش اهم بكثير واكبر بكثير
أصغر ملف فيهم الملف النووي الإيراني، هذا أصغر ملف عندك وروح من هونيك وبالرايح. فإذا ما فينا نضل نحن ننتظر هذا الموضوع إلى ما لا نهاية. المسألة الثانية اللي هلأ أشرنا لها ببيت الحديث واستشهدنا بالرئيس سليمان فيها، موضوع التوافق المسيحي. كثير مهم لو بيحصل توافق مسيحي حول هذا الموضوع، وربما يعني بيوضع حل لهذه المسألة. ولكن أنا بهمني أرجع أكد، رئيس الجمهورية اللبنانية، وأنا بتمنى لأن بتوقع تاني سؤال يكون أنه غيره بينتخبوا طوايفهم وشي من النوع، يعني لأن هذا سؤال كلاسيكي صار بالمقابلات، بس نحكي فيه إذا بدك يعني. بس أنا بتصور يعني موقع رئاسة الجمهورية هو موقع وطني وليس موقع طائفي. وطني بالعكس، أنا رأيي بيكون في تقزيم، وعذرا على الكلمة، لموقع الرئاسي وحشر لموقع الرئاسي بزاوية صغيرة. إنما الأفريقاء الآخرين يعتبرون هذا ملف طائفي. لكن السنادة يلي حضرتك عم تحكي، إنما في أطراف آخرين يعتبرون أنه هذا من مسؤولية المسيحيين. حتى الإيراني حسب ما تقول السفير نقلا عن جيرو، إذا توافق المسيحيون، إذا توافق المسيحيون يعني، طب بس حتى لو توافق المسيحيون على شخصية، ما فين يوصلوا إلى بعبدة من دون الأفريقاء الآخرين. بس لماذا رمي الكرة في الملعب المسيحي دائما؟ أنا بفتكر أستاذ فادي يمكن هذا أسهل جواب ممكن أنه ينعطى للخروج من أي إحراج سياسي أو دبلوماسي ممكن يعمله أي مسؤول إقليمي أو دولي، أنه خلي المسيحيين يتفقوا. لا، أنا رأيي في مسؤولية على كل القوى الإسلامية والمسيحية بهذا الموضوع. ربما كمان فكرة التوافق المسيحي يلي أخذت شبه إجماع عند اللبنانيين، طيب فليحصل توافق مسيحي وكلنا بنمشي بهذا الموضوع. طيب كمان أخذت فرصتها، يعني أخذت فرصتها الزمنية والسياسية ولم تصل إلى نتيجة. فأيضا في مسؤولية هون، يعني أنا ليش عم بقول إنه حزب الله وتيار المستقبل كمان بحواراتهم، وبرجع بكرر مش بهدف انتقاء الرئيس وإلزام الآخرين فيه، لا، بس بهدف فتح قوة في هالجدار. طيب بالآخر ما فينا نضل ننتظر توافق مسيحي ربما لن يحصل. وخليني أرجع لك، وأنا بتمنى ما يعني أي مشاهد يفتكر إنه هذه من باب المزايدة السياسية أو الشعبوية، بالعكس، ما فيك تضل ناطر توافق مسيحي لانتخاب الرئيس، والخسارة المسيحية خسارة مضاعفة من عدم وجود الرئيس أكثر من كل الأطراف. وأنا برأيي لبنان كله على كل حال عم بيخسر. طب من الذي أستاذ رامي بين مزدوجين، طب نقول أنه أنا عبد يعطل إذا جاز التعبير، في فريق اليوم من الأفريقاء يقول في حال يعني ما توافقنا على هذه الأسماء الثلاثة أو الأسماء الخمسة أو الستة أو العشرة، في أسماء متداول بالإعلام لكن من دون غطاء حزبي ربما، أنه ما توافقنا فلنذهب إلى اسم توافقي. فريق آخر يقول لا للتوافق على اسم، هذا هو الاسم الذي يجب أن يتم انتخابه. تعرف أستاذ فادي يعني المعضلة وين؟ المعضلة أنا رأيي أنه بعد ما في توافق بين اللبنانيين على تغليب فكرة التسوية. قبل ما تفوت بالأسماء خلينا نتفق أول شيء على فكرة التسوية بالانتخابات الرئاسية، لأنه واضح التصويت العددي واضح، يعني كتلتين وكتلة بالنص، ما في ولا كتلة قادرة تنتخب لوحدة، ونحن ككتلة وسطية كنا واضحين يعني في حال هذه الكتلة الوسطية وقفت هون أو هون بترشحوا لن نفعل من هيك، ما رح نعمل هيك متلطين وراء أبدا. نحن بفتكر الموقف اللي عم ناخده أولا غير أنه نحن مقتنعين أنه يمكن البلد بحاجة لشخصية وسطية بعيدة عن الاستقطاب، غير هذا الموضوع على جنب. بس نحن كمان بتهيألي بآخر 3-4 سنين لو أنه بعض المواقف ما كانت شعبية بس مواقف ساهمت بحماية الاستقرار بالبلد، لأنه بتعرف حضرتك ترجيح كفة فريق على فريق ممكن تودي البلد لنزاع نحن بغنى عنه، ونحن بلحظة إقليمية مشتعلة جدا بحاجة نلم وضع البلد الصحة التعبير، مش ناخده إلى مزيد من الاستقطاب. فما في خجل أبدا بهذا الموضوع، نحن الموقف اللي أخذناه نحن مقتنعين أنه ترجيح كفة فريق على فريق آخر رح تخلي الفريق الثاني يكون يعني وبصرف النظر مين، يعني مش عم نحدد هلا. فمن هون عم نرجع نقول فلنذهب مرة أخرى إلى فكرة التسوية،
منطق التسوية، لما نتفاهم انه بالاخر ما حدا رح يقدر يلغي حدا وما حدا رح يقدر ينتخب حدا بدون ما يتفاهم مع الاخرين، فلنذهب الى منطق التسوية. المرشحين الكبار الاقوياء بفتكر اخذوا فرصتهم بالترشيح واخذوا فرصتهم بالتصويت، وواضح يعني انه يعني ما في اجماع على انتخابهم. والفكره كمان اللي رجعت انطرحت هلا بتهيألي يعني ولدت ميتي ربما، انه نحصر الترشيح بفلان وفلان. طب ما كمان ما هيدي يعني غير انه نحن عم نعلي بالنتيجه قبل ما ننزل على المجلس ونعمل انتخاب فولكلوري وصوري بالصناديق داخل المجلس، غير هذا الموضوع. طب بس ما كمان ما في كثير شخصيات حتى غير استاذ هنري حلو مرشحنا، خلي على جنب هذا الموضوع، في كثير من الشخصيات وبتعرف حضرتك ينتخب احيان كثير بلبنان شخصيات مش مرشحه يعني، وحصلت بكثير مرات بالسابق، مش انه ما عندنا نحن مرشح يروح يقدم طلب ترشيحه ويسجل طلب ترشيحه للرئاسه، كان ممكن كثير من الاحيان يكون في شخصيات اللي هي خارج اطار الاسماء المتداوله للترشيح ويتم انتخابها. ليش بدنا نحرم نحن شخصيات ثانيه ممكن يكون عندها فرصه تنقول الترشيح بينحصر بفلان وفلان؟ يعني بكفي تشوهات لها الديمقراطية اللبنانية المشوهة والهشة أصلا. ما هي بتوي خزنة أستاذ رام، لكن موضوع التسوية، التوافق على اسم تسوية ما كمان هذا تشوه لمبدأ الديمقراطية، على الأقل بالمقاربة الأخرى على الأقل في اسمين، اليوم في اسم واحد عم تطالبوا فيه، يعني أي أقرب إلى نوعا ما الديمقراطية عم نطالب فيه نحن؟ يعني او مش انتم بس عم تطالبوا فيه انه تؤيدوه على الاقل؟ نحن عم نقول عندنا مرشحنا، نحن كتله نيابيه، اذا مت يعني عندنا مرشح اوكي، اذا له حظ يوصل بيكون منيح، اذا ما له حظ يوصل نحن ما عم نوقف حجر عثره امام غيره انه يوصل. وبتعرف حضرتك اذا اتفقوا مثل كنا عم قبل شوي، اذا اتفقوا الكتلتين الكبار بيكتبوا رئيس قبل ما قلنا هذا قد ايه هناك تعويل على الحوارين الثنائيين. بس فينا قبل ما جاوب هذه ارجع علي، لانه حضرتك قلت لي موضوع الديمقراطيه، صحيح يا ريت الديمقراطيه اللبنانيه مماثله للديمقراطيات الغربيه، اكثريه بتفوز واقليه بتعارض وانتخابات ديمقراطيه وعدديه، يا ريت. ما انت عارف انه نظامنا الديمقراطي فريد من نوعه اللي هو اسمه الديمقراطيه التوافقيه. صحيح نحن مش مع انه نوصل اخر شيء يعني تعيين حاجب، مع الاحترام للحجاب طبعا بده اجماع وطني، مش لهالدرجه يعني، بالعكس لازم يرجع مجلس وزراء حتى هلا بالنقاش الاليات. طب في ملفات ما بدها اجماع، مش كل شغله بدها 24 وزير يوافقوا عليها، انه ملف اقتصادي اجتماعي سد مي ولا مشروع كهرباء ولا خطوط انترنت، طب هي بدها توافق وطني، ما كمان مع يعني بدها يعني في ظل غياب رئيس الجمهوريه. شفت ما بنرجع لنفس النقطه، بس لانه الديمقراطيه اللبنانيه هي ديمقراطيه توافقيه عم نحكي بمنطق التسويه. وعلى كل حال بتاريخنا المعاصر المرات لما كان في منطق التسوية ينتصر كان البلد يرتاح، هلا بجوز التسوية ما تكون بتعجب الكل او مستوفية عناصر التسوية المتكافئة، بتصير احيانا، بس على الاقل كان يكون في استقرار بالبلد. خلينا نبعد عن التسوية نروح على خليني روح لبريك لو سمحت استاذ رام. مشاهدينا الكرام بريك قصير ونعود الى بيروت اليوم. أهلا بكم مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم. ضيفي مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي الأستاذ رامي الرئيس. أستاذ رامي عندما يقول أن رئيس الحزب وليد جنبلاط أن تطبيق إعلان بعبدة مستحيل في الوقت الراهن في اللحظة التي يعني من الضروري أن نطبق إعلان بعبدة، هذا ما بيلغي اعجابنا وتمسكنا النظري قد ما بدك باعلان اعجابنا بس انه على الارض التداخل بين الساحه اللبنانيه والساحه السوريه للاسف صار يعني صار قائم، وهذه بتهيألي قراءه واقعيه مثل العاده طبعا، والجملات يقدم قراءه واقعيه للامور. هذا لا يلغي انه اعلان بعبده هو وثيقه مهمه وكانت محل اجماع اللبنانيين بلحظه من اللحظات يعني وضروري الحفاظ عليها، ولكن عمليا تطبيقها قديش هو ممكن يعني حضرتك عم تتابع وتشوف
موضوع الـ الـ يعني الـ الحدود واليوم كمان وامبارح يعني صار خبر يومي موضوع الحدود بالجرود يعني الاشتباكات اللي عم تحصل بين الجيش وبين المسلحين على الحدود، تداخل الأطراف اللبنانية بالحرب السورية اللي صار كمان أخيرا بالقنيطرة، يعني في صار عم بتزيد عناصر ربط النزاع بين الساحات. مش معناتها هذا موضوع إيجابي، بالعكس يعني هذا موضوع، لأن يعني في أصعب الأوقات كانوا الجملات متمسك بإعلان بعبدا، صح. اليوم أنه وكأن هناك تبرير لما يحصل، لا مش لا يعني لا يجوز تطبيق إعلان بعبدا في هذا الظرف، مش تبرير، بالعكس يعني حتى يعني بعد ما طلعت عملية القنيطرة بالعكس حكي على طريقته أنه يعني هو يدعو إلى عدم توريط لبنان مرة جديدة بأي يعني حرب لا يستطيع أن يحتملها، وأكيد وقتها ذكر بوضوح أنه في مسؤولية على حزب الله بهذا الأمر، ويعني حزب الله يدرك خطورة يعني فتح جبهة جديدة في جنوب لبنان في هذا التوقيت. وبتهيألي يعني الرد أيضا اللي رجع عمله حزب الله بمزارع الشبعة من حيث أنه هي أرض متنازع عليها على لبنانيتها، وأن الأمم المتحدة وأيضا تفهم وليد جملات هذه العملية يعني وأشاد بالاختيار الذكي لموقع العملية. بتهيألي رد حزب الله يعني ثأر صح التعبير لشهدائه مثل ما حصل، ويعني جنب لبنان أن يدخل مرة جديدة في حرب هلأ بالآخر مع إسرائيل. بصرف النظر شو رأينا بموضوع يعني عملية حزب الله، وممكن يكون في آراء متناقضة في هذا الموضوع، ولكن التجربة التاريخية مع إسرائيل مثل ما بتعرف حضرتك هذا العدو يعني يملك حقدا تاريخيا ضد لبنان، ضد التجربة الديمقراطية الهشة في لبنان، لأنه تعاكس بتعدديتها تجربته الأحادية اللي بده يكرسها بمشروع يهودية الدولة. وهذا الأمر ممكن أنه يؤدي مرة جديدة تفريغ الحقد الإسرائيلي تجاه لبنان من وراء عملية من هالنوع أو غير وراء عملية من هالنوع. بتذكر وقت الاجتياح 82 كان حصل الاغتيال يعني بأوروبا، حصل حادثة الاغتيال وأخذت كزريعة، وبالتالي عندما يكون هناك قرار إسرائيلي ما بعرف إذا هلأ موجود أو حتى في مصلحة إسرائيلية يعني بفتح جبهة الجنوب، ولكن إذا حصل لا سمح الله أنه اتخذ هذا القرار بتصير يعني كان عملية كان يستطيع يعني لبنان أن يتحمل تبعات أي عملية ضد إسرائيل انطلاقا من أراضي لبنانية بغض النظر إذا كانت تابعة لل 1701 أو لا. هلا كونه ما صار هالموضوع صار الحمد لله يعني افتراضي يعني كنا عم نتابع، كان كل الناس خيفين في صحيح. هذا الظرف بالذات، وبتهيألي يعني هنا يعني يسجل يمكن بشكل أو بآخر طبعا لحزب الله في هذا المجال أنه مثل ما قلنا استطاع أن يوفق بين بطريقة ذكية يعني أن يوفق بين الرد والثأر لشهدائه ودون أن ينزلق لبنان مرة جديدة إلى حرب. بطبيعة الحال حرب مدمرة وستكون مكلفة وستؤدي إلى مآسي جديدة بتهيألي نحن بغنى عنها. ربما المرة الأولى يعني رغم كل العثرات اللي عم نعيشها على المستوى الداخلي، ولكن هناك شكل من أشكال الاستقرار ولو كان ضعيف وهش وقابل للاهتزاز بالوقت يلي المنطقة كلها مشتعلة، وهذه تسجل يعني إيجابا هلأ بهذا الوقت. ففي ضرورة يتحصن هذا الموضوع. هون بنرجع كمان على موضوع الرئاسي، تحصين هذا الاستقرار الضعيف والمهتز في لبنان وتكريسه لكي يصبح أكثر ثباتا من خلال خطوات أهم إعادة العمل وتفعيل المؤسسات الدستورية وبطلعتها انتخاب رئيس جديد. ونحن عنا وجهة نظر تانية يعني أيضا أنه تحصين هذا الاستقرار بيتطلب خطوات بالملفات الاقتصادية الاجتماعية، وهون يعني إذا فينا نحكي بس كلمتين، لأنه للأسف نحن كلبنانيين دائما منقارب الملفات الاقتصادية الاجتماعية بخلفياتنا السياسية، مش بحيث هي ملفات اقتصادية علمية تقنية. ولا مرة قاربنا الملفات الاقتصادية من حيث عناصر تكوينها الاقتصادي، دائما منقاربها من حيث رؤيتنا السياسية لها، وهذا الشيء كمان عم بيؤدي إلى تعطيل كتير من الحلول. وصارت الملفات الاقتصادية والمعيشية
إلى معاني طائفية ومذهبية. يعني الكازينو له صبغة طائفية، النفايات التزمتها طائفة تانية، الحوض الرابع طائفة تالتة. طب ما هذه مشكلة كمان، يعني ما بيصير الكهرباء بيعانوا منها كل اللبنانيين، الفقر ما بيميز بين اللبنانيين، مشكلة المي كذلك الأمر، الأكل اللي عم ناكله يلي بيّنت فيه فضايح ومزيد من الفضايح على الطريق كمان، هذا بفتكر ما بيميز بين 8 و 14. فنحن دعوتنا في الحزب مستمرة لضرورة إيجاد صيغة لفصل التجاذبات السياسية عن الملفات الاقتصادية الاجتماعية والمعيشية، مش بس لأنه هيدي بتساهم بتحسين الاستقرار الاجتماعي، لأنه أيضا إذا بدنا ناخدها من الناحية المصلحية الحزبية للفرقاء السياسية، في مصلحة أنه ترتاح القواعد الشعبية اللي مؤيدة لهالأحزاب، لأنه كمان بتخفف عن كاهل الأحزاب كتير من المطالب اللي الدولة للأسف ما عم تقدر تلبيها، وبتم اللجوء للأحزاب لتلبيتها. يعني كمان في ناحية مصلحية بهذا الموضوع. يعني إذا أنتم بتبلشوا يعني على الأقل بإصلاح معين، يعني لأن كل المصالح يلي تعنى بشأن المواطنين تصطدم، عفوا على التعبير، تصطدم بالمصالح السياسية والمصالح الحزبية. يعني إذا الأحزاب شالوا إيدهم عن هذه على الكهرباء والمي والنفايات والكازينو والبول، يعني بتنحل. بدأ الكل يعني يتعاونوا بهذا الموضوع، رغم أنه نحن ما بخفي عليك يعني كان أسهل بكتير على وائل أبو فعور أنه يدير وزارة الصحة بطريقة مثل ما يعني كان ممكن أنه تندار، بالتي هي أحسن، يعمل شوية إصلاحات. وتهيأ لي يعني بداية بروز تكتلات مضادة للحملة الإصلاحية اللي عم بيعملها بمواقع معينة بملفات معينة، بتدل قديش هالحملة عم توجع وعم تحقق إصلاحات بس عم بتضر بمصالح أطراف معينين على حساب المواطن. فلا، بتهيأ لي نحن انطلقنا يعني بهذا الأمر، وانطلقنا بقوة. يعني بفهم منك في ورشة أخرى إلى جانب ورشة الإصلاح الغذائي إذا جاز التعبير. بكل الملفات الورشة مستمرة، وزارة الصحة عندها كثير من الملفات الثانية. خلينا نذكر أنه أسعار الأدوية مفهومة. حتى امبارح معالي الوزير عامل حملة على الضمان الاجتماعي مشكورا، لأن اشتغلنا كثير على موضوع الضمان الاجتماعي، وشوفي يعني إن شاء الله تفتح يعني كل ملف بملفه، يعني إن شاء الله. وما تنسى سيدي أنه هذه الملفات رغم أهميتها الكبيرة يعني عم تستنزف كمان كثير من الوقت والجهد من طريق رسم سياسي صحية كاملة لتغطية شاملة لكل المواطنين اللي هي الأهم. يعني شوف نحن وين بعدنا على مستوى اللبناني، إنه بعدنا بحاجة إنه ملفات أساسية، بدل ما يكون في موضوع سلامة الغذاء يكون في أطر مؤسساتية وآليات تنفيذية تمشي بطريقة أوتوماتيكية، عم بيكون في حاجة لمتابعتها كل يوم بيوم، وطبعا تاخد من درب خطط تانية، ولكن ضرورية جدا إنه تنعمل. بفتكر عم تحقق نتائج، الناس مرتاحة لها بشكل عظيم. خلينا نروح إلى محور آخر فيما يتعلق بكلام السيد حسن نصر الله عن سقوط قواعد الاشتباك. إلى أي مدى يشكل هذا الكلام خطورة على الوضع السياسي في لبنان؟ إلى أي مدى هذا الكلام يعني يرفض مبدأ قيام المؤسسات أيضا يلي أنتم تتغنون أنه نحن عم نحافظ عليها اليوم؟ نحن نتمنى كلنا سوا نحافظ. طيب انه انتم بس انا بيتهيألي الاعلان ربما عن سقوط قواعد الاشتباك، الاعلان العملي عن سقوط قواعد الاشتباك ربما اتى بعد حصول هذا السقوط بفترات، يعني ما انه الاعلان عنه اليوم هو المفاجأة. نحن وجهة نظرنا لا تزال على حالها، انه لابد في نهاية المطاف من الوصول إلى استراتيجية دفاعية نستطيع من خلالها أن نوحد قوانا جميعا كلبنانيين في مواجهة الأخطار الخارجية، في مواجهة العدو الإسرائيلي، وأن نستفيد طبعا. عم نحكي عن العنوان الكبير، استراتيجية دفاعية أستاذ رامي. العنوان الكبير، هلا نحن بعد خلينا نحل العناوين الصغرى. عم نحكي عن العنوان الكبير، ومصرين نضل نحكي بالعنوان الكبير. بذات الوقت عندنا قدر من الواقعية أنه الظروف حاليا ما عم تسمح لبناء تفاهم حول هذا الموضوع.
انت عارف تفعيل المؤسسات وامور اصغر من هيك ما عم نقدر نتفق عليها. فكيف بامر من هذا النوع في تشابكات بتبدا ببيروت وما بتخلص بطهران وبعواصم اخرى؟ في مشكله طبيعي بهذا الامر، ولكن المهم وانا رايي في مصلحه وطنيه لبنانيه بهاي اللحظه بالذات، وفي مصلحه ايضا عند حزب الله للحفاظ على اكبر قدر ممكن من الاستقرار على المستوى الداخلي، وهيدي بفتكر مسؤولية مهمة يتحافظ عليها ونحصنها كلنا سوا. شو نتيجته؟ نجرب نحافظ على الاستقرار الموجود، نقطع هالفترة. يعني ما تنسى هلا دخلنا بالسنة الخامسة بالحرب السورية، ولبنان إلى حد ما قدر يحافظ. صحيح في أعباء كبيرة بالنازحين وبغير أمور، ولكن قدرنا نحافظ على حد أدنى. يعني يحاول لبنان اليوم إذا بدك يعالج قضية اللاجئين السوريين في لبنان، أو يعني هذه الهجمة من المدنيين بين مزدوجين مش كلهم مدنيين إلى لبنان، لكن بتنا عم نضيع. ما هي الإجراءات اليوم التي تتخذ من قبل السلطة اللبنانية بحق الوافدين السوريين؟ في نظرة موحدة، في إجراء موحد؟ أنتم ضد كنتوا الإجراء الذي اتخذ أنه يتطلب فيزا معينة أو سمة دخول معينة أو إجراءات معينة، كيف منحمي؟ ليش كنتوا ضد؟ وهلأ وين صارت هذه الإجراءات؟ تعرف إحنا كان بفكرتنا، هلأ بفتكر يمكن مضي عليها. إذا بتروح تسأل حيا الله حدا بالأمن العام رتبة عالية ما بيعرف كيف، ما بعرف أنا، يعني بتصور أنه مش معروف كيف عم نتعامل مع يعني التوافد السوري إلى لبنان. هذا موضوع بيعود للأمن العام، يعني أنا ما بعرف كيف، بس في الغطاء السياسي، ولكن أنا بتصور، أنا برجع بذكر نحن بالأساس كان مطلبنا الأساسي إقامة مخيمات للنازحين السوريين، لأنه كنا بنعتبر هيدي من النواحي الأمنية والإغاثية والإنسانية أفضل، لأنه بيكون في يعني مجموعين بمحلات محددة قادر، يعني الأمن يقوم بدوره، الجمعيات الإغاثة بتقوم بدورها، وبكل النواحي، ونأمن لهم كمان أيضا معيشة لائقة. والقسم الأكبر منهم الأغلبية الساحقة منهم هربت من الموت، يعني ما بدنا ننسى هذا الموضوع أيضا في سوريا. طبعا يعني وجهنا آنذاك بمواقف رافضة في هذا. طبعا لكن لبنان لم يعني الجغرافيا اللبنانية لم تعد تحتمل أكثر من هيك، يعني حوالي مليونين مواطن زائد، يعني على اقتصاد اصلا يعني متدني جدا. هون ما في شك في جانب صحيح، في مسؤوليه كبيره على المجتمع الدولي ل يعني يتحرك بهذا الموضوع، يوفي بالوعود له. صحيح في مساعدات وصلت حتى ما نظلم الكل، ولكن يعني كنت عم بشوف تصريح من يومين ثلاثه لاحد المسؤولين بالامم المتحده انه نحن امام اكبر كارثه نزوح بالقرن يعني بالقرن الماضي مع القرن الحالي. في اعداد هائله من النازحين السوريين، وبالتالي ايضا هناك مسؤوليه على المجتمع الدولي. وهون انا ايضا بدي ارجع اذكر بالجهود الاستثنائيه اللي بذلها الرئيس سليمان عندما كان رئيسا للجمهوريه في هذا الموضوع، ادت الى بعض النتائج، مش كلها بسبب عدم تعاون المجتمع الدولي، بس هون مره جديده بترجع لموضوع اساسي من ضروره انتخاب كمان رئيس جديد للجمهورية يستطيع أن يتحمل يعني هذه المسؤوليات، وأن يعيد يعني الاهتمام الدولي بهذا الأمر، رغم أنه الرئيس سلام عم بيسعى جهده في هذا الموضوع، عم يجرب قد ما بيقدر يعني. عظيم. أستاذ رامي، بعد عندي ثلاثة دقائق، ما زال فتحنا الموضوع السوري، قراءتك لمؤتمر موسكو، هل هذا مؤتمر موسكو واحد؟ إلى أي مدى ينسف مقررات المؤتمرات السابقة من جنيف 1 و2؟ يعني ربما الروس طبعا حاولوا بمكان معين انه يعني يبعثوا برسالة انه نحن مثل، صحيح نحن دعمنا النظام، ولكن ايضا نستطيع ان نتواصل مع المعارضة. بس انا بتصوري الأزمة الروسية اذا ما حصل توافق اقليمي دولي يشمل الاطراف المختلفة اللي داعمة اطراف النزاع المختلفة بداخل سوريا، لن يستطيع طرف واحد أن يجد الحل لهذا الأمر. وللأسف الشديد عناصر ولادة التفاهم غير متوفرة حتى اللحظة، بسبب يعني جانب منه التردد الأمريكي الشديد،
وسياسات الإدارة الأمريكية الحالية بسبب آخر اللي هو يعني دخول عناصر تعقيد إضافية على النزاع وتحوله إلى ساحة احتراب، تحول سوريا إلى ساحة احتراب دولي. ولكن ما بعرف إذا موسكو واحد أو موسكو اثنين أو جنيف ثلاثة أو أربعة بيوجد حل إذا ما بني تفاهم إقليمي دولي من العناصر الفاعلة في النزاع السوري. لكن حتى التفاهم الإقليمي الدولي بعده يعني الصورة، صورة النظام، صورة الحزب، صورة يعني الدولة السورية غير واضحة المعالم حتى اليوم. طبعا على كل حال بفتكر في صار مخاطر على فكرة الدولة بسوريا والمؤسسات والجيش يلي صحيح انحاز الى 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 النظام، ولكن الجيش كجيش يستطيع ان يحمي البلد. ولكن انت اليوم امام سوريا مشرزنة، القذائف امبارح كانت عم تنهار على دمشق. يعني ما عاد في حدا يقول انه هو يملك اوراق اللعبه في سوريا، اللاعبين كثر وتتداخل مصالحهم مع بعضهم البعض، ولم يعد اي لاعب وحده أن يحسم النزاع في سوريا، وهذا ممكن يطيل أمد الصراع إلى سنوات إلى الأمام. أنا بشكرك أستاذ رامي الرئيس مفوض الإعلام في الحزب التقدم. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك وعلى موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. إلى اللقاء.